السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ بخير، ناشطين، هانيين، كل شي مزيان. ايوا نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية، ويلقاكم كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم ناشطين وباغين غير ما ديروا بحالي انا. فاختكم اليوم صبحت اون فورم، صبحت اختي فيا واحد النشاط واحد الحيويه باغا غير ما ندير. فانا اول حاجه فقت حليت عيني، غسلت وجهي، ابديت بالعجينه هي الاولى باش نحيد عليا. فاليوم عدي عامر وعندي فيه بزاف ما يتقدى، فبديت في العجينه. اختكم راه بركت على ركابيها باش تعرف كيفاش غدير لهاد الخبزات. فعطيت هاد العجينه حقها ودلكتانيت واحد الدلكه ديال القلب. صافي غطيتها وخليتها تقريبا واحد نص ساعه المكنه حتى ضاعفت ليا الحجم ديالها مع الحال سخون دغيا كتخمر العجينه. صافي ودابا غادي ندوز باش نقرصها. لولبتها هكا فخرجت ليا ديك العجينه تبارك الله 10 ديال الخبزات. كما كتشوفوا كيعجبني انا صراحه، كيعجبني نقرص الخبز بداك الدقيق الحرش وداك النخاله اللي كتبقى في الطحين، ديك اللي كنغربلو كتبقى من الفوق، كيعجبني بها الخبز، كيجي حرش وكيجي زوين، ما كيضرش في المسران. فغنقرص انا هاد الخبيزات. اختكم راه باقا ما فطراتش، يعني راه باقي راسي، حنا راه حنا راكم عارفين المغاربه تقريبا كاملين الا ما شربناش داك الكاس ديال اتاي ما كنكونوش هما هادوك. خصك ضروري تفيقي تنوضي لداك الكاس ديال اتاي هو الاول عاد باش كتشوفي وكيتقاد لك راسك عاد باش كتشوفي شنو غديري. فانا هي غادا نقرص هاد الخبيزات وبناتي راهم باقيين ناعسين، ما غاديش نديرونجيهم اليوم الحد، خليهم حتى يفيقوا على خاطرهم. غنعمر انا البريريد ونشربو وندوز ندور الماكينه اليوم. نط نط ندير كل شيء في مره واحده. صافي نايض نايض، اللهم اقضي كل شيء في مره. صافي الماكينه الاولى راها حيدتها، يعني دورت الماكينه المره الاولى راه حيدتها، درتها باش نشللها ولقيت الخبز خمر. غادي ندوز دابا باش نخبزو. فاختكم عندها واحد الفران ما شاء الله كبير، اللي بغى يخبز يجي مرحبا بي. فالحجر الصحي والفران السادي اللي مولي فيه خبز في الزنقه، ها نتوما اللي بغى يجي مرحبا بي والف مرحبا، يجي عندي يخبز ليه الخبز ويديه سخون. صافي راه حيت هاد الفران عندي كيهز بزاف تبارك الله. بغيتي ترمي فيه حتى 10 الخبزات، هادوك 10 الخبزات اللي عجنت كاملين الا بغيتي ترميهم في مره رميهم في مره، ولكن انا غادي نرمي غير ربع الفوق ونخليهم حتى يشدو وعاد نهبط لهم لتحت ونرمي الاخرين غير بشويه باش يطيب لي الخبز على خاطرو مزيان. فصراحه الله هاد الفران كنت شفت واحد البنت صاحبتي مصوبه وعجبني وصوبت بحالو. صافي غنكمل انا الخبيز ديالي بحال هكايا. هاد الفران البنات راه فيه ثلاثه ديال الطبقات، هانتوما الطبقه التحتانيه والطبقه الفوق، وفيه ثلاثه ديال الكوانن، يعني كتشعلي داك التحتاني وكتشعلي داك الوسطاني وتشعلي الفوقاني الا بغيتي. انا ما كنستعملش هذاك الفوقاني نهائيا، كنخدم غير بدوك جوج طبقات. كنحط تقريبا دائما الخبز الفوق حتى كيشد شويه وكنهبطه، ولا كنزربانه ما كنديرش هذيك الطريقه، كنشعل الفوق والتحت وكنبدا نخبز مباشره وصافي. صراحة الله كيحمر الخبز من داك الشي رفيع. صافي دابا خرجت لهاد لاكو مسكين، غادي نصيق ونسقي معايا دوك الحديقات هادوك الغريسات. فغادي نفركو واحد الفركة مزيانة حيت غادي نشر فيه الحويج، وكتعرفو إلا نشرتو الحويج ومشاو تطاحو ليكم، وبالخصوص إلا طاحو فوق هاد الجليج هذا فكيوليو حاد. صافي داك الجليج الأحمر داك اللي كانوا كيديرو شحال هذا في الصوحة، المهم حيت هذا لاكور صافي كيطلق ديك الحموريه. صافي غادي نفرك انا مزيان ونحيد ديك الكحوليه ونسقي معايا حتى دوك الفيزان. بعد السنه لهذيك السطيحه شتي داك الماء اللي شللت فيه داك الحوايج هو اللي خديته باش غادي نفرك به هاد البلاصه من بعد، وعاد ندير الماء نقي باش نشلل. دابا غادي نفرك به داك الماء ديال الصابون، غادي نحيد به كاع هذاك الغبره وهذا، وهذيك البيكاله اللي كتشوفوا تما راه راجلي مره مره كيمشي يتريني بها، يعني كيضرو هو رجليه، كيقول ليه الطبيب مره مره زعما تركب على البيكاله، فكيركب على ديك البيكاله كيضرب بها شي مرات دورات على حدا البحر وكيرجع كما كتشوفوا شتو كاينه الغبره، يعني ديك الغبيره ديك الغبيره. واخا تكون يا اختي يلاه صيقتي ملي كتنوضي مع الصباح السطوحه كاملين كتبقاي فيهم هذيك شي حاجه كحله، يعني ما عرفتش انا واش الناس كاملين تيعانيو من هذا المشكل هذا
ولا حيت تقريبا انا على ما اظن هاد المدينه كاملين الناس ديالها كيلقاو ديك الكحوليه بحال الشكل ديال شكل هذاك التراب ديال الفرار، والله الا بحالو كتلقاي داك السطح كله هكا كنقيطه تكحلين، وخا تسيقي غير دابا لا غد ليه من نوضي تلقاي. انا غادي نفرك هونيت، غادي نحيد كاع هذوك الغبابر، غادي نخوي كاع داك الميه اللي ديال الصابون، غادي نخويها عاد من بعد ونشلل وصافي. عطيتو نيت الحق ديالو، عرام ديال الماء نمشي نزقي ونجي نخوي في الطاوله، خليه حتى هي الماء موجود. صافي غادي نسقي انا دوك الحبيقات ديالي، شتو الفيزان ديالي، واحد الغريسات كنت غرستهم ولكن بيني وبينكم حتى انا نسيتهم ساكن، خليتهم هنايا خبيتهم تحت داك الميكه هكاك مضرقاهم، كيقول لك الا ضركتيهم كيكبروا كيزيانوا. انا بيني وبينكم صراحه نسيتهم ساكن، ما بقيتش سقيتهم، خليتهم هكاك مساكن. راه شفت واحد شويه بداو بحال بداو كيموتوا شويه. صافي غادي نسقيهم مزيان وغادي نديرهم تحت هذيك الميكه ونخليهم، وغدا نوريهم لكم كيفاش ولاو. راه ما كتسقيهم بحال اليوم لا غد لي كتجي تطلع عليهم كتلقايهم زيان وخضار، يعني بحال كتحييهم. وعندي واحد الوحدين هنا مساكن راهم ميتين، الشيشه اللي كاينه تما هادو مساكن ميتين، ولكن غنسقيهم حتى هما غادي يحيو. واحد الوحدين راه من الصيف للصيف كتنوض فيهم داك الحبق، واخا كيكونوا هكا كما كتشوفوا راهم كارمين، ولكن من بعد كينوض فيهم. غادي نغطي لي بيكالتو على الشمس باش ما توصلش ليها بديك الميكا، غير المهم كنحاول نغطيها شويه وصافي، راه باش ما توصلش ليها واخا هي راه هي في الشمس مباشره. صافي وغادي نشلل الصيحه ديالي بميه نقيه هكا باش حتى لا طاحت شي حاجه بعدا تلقاها. كلكم كديروا الطريقه ديال ملي كيشيط لكم الماء كتخويو على رجليكم، واقيلا كلشي كيديرها. صافي غادي ندوز نجر انايا هاد الماء كامل هكايا، وندوز باش ننشر الحويجات ديالي. وهاديك الصنيديله راني دايراها خاصه لهاد السطيحه، فين ما نبغي نخرج لهاد السطيحه كنلبسها. فدرت انايا اختكم درت عرام ديال الماء والرغاوي باش نفرك الدنيا مزيان، كتعرفوا ورا الصابون كتبغوا تفركوا الدنيا مزيان، باش هكا منين نسالي عاد باش ندخل الكوزينه نشوف شنو غادي نطيب لغدا. ففركت انا الدنيا مزيان ودرت عرام ديال الرغاوي والماء، فاصلا الماء فاض ليا. فانايا كنت هذيك الساعه صاحبتي لاحت واحد الكلاص وجالسه كنشوف ليها فواحد الكلاص، وبقيت كنشوف فيه ونسيت الماء مطلوق، فلقيت الماء هود ودار فيضان ليا في الدار عاد. واصلا انا دايره الماء. صافي لقيت عرام ديال الماء وبغيت نقول ليها حنان من هذا المنبر، قولي لخوك اللي فايت واحد المره جاب لينا دوك هذوك العصا اللي كنصوروا بها، هذيك الاله ديال التصوير اللي كتشد لك التليفون، راه تهرسات ليا. وبغيت نقول لها حنان فينا هو خوك باش يجيب لينا هاد العصا هذه، راها تهرست ليا وما لقيتهاش، ومع هذا الحجر الصحي كلشي ساد. فاختكم راها كتصور واخا هكاك غير شاده التليفون، يعني ماشي متبت، فتهرست ليا ديك البلاصه نيت اصلا اللي كتثبت التليفون. صافي غادي نشلل انا هكا الباب ونكرط الدنيا وندوز عاد باش ندوز نطيب الغديوه ديالنا. غادي نحيد انا هاد الماء نكرطو هكايا ونشف الدنيا بواحد الريحه ديال سانيكروا، عندي واحد سانيكروا ديال الخزامة زوين، فغادي نعطر الدويره بهذيك الريحه ديال سانيكروا وندوز ندخل ديك الكويزينه نحيد منها الخبز اللي خبزت راني باقا ما جمعتوش، ونرجع لامي عنات لبلاصتهم ونرد حدايا الغداء. صافي وعاد نجلس نرتاح. فمني كديري هادشي كامل صافي كتقلك غير الغدا، يعني كتوزي تردي وتجلسي مرتاحه صافي، ما كتبقى تابعك حتى شي حاجه. ندوزو دابا غادي نحضروا الغديوه ديالنا. فانا اليوم غادي ندير الحوت في الفران، يعني في البابي الومنيوم، كيجي زوين وسهل دغيا كان يوجد، يعني ما فيش بزاف الخدمه. فانا خديت هاد جوج الحوتات، راهما صغارين ماشي كبارين بزاف، لي مغسولين ونقيين، وغادي نحتاج ليهم واحد نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال العطريه ديال الحوت، ونص معلقه ديال الابزار، زيت الزيتون، وواحد جوج معالق ديال عصير الحامض، قزبر والمعنوس، حامض دوائر، واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم، وجوج وريقات ديال سيدنا موسى، وشويه ديال الحار، يعني الحار كيبقى اختياري اللي ما بغاش ما يديروش. فغادي نضيف هذوك التوابل، يعني التحميره والابزار وسكينجبير وشويه ديال الكمون
وعطريه ديال الحوت، وغادي نضيف عليهم داك القزبر والمعدنوس مقطعين رقيق، وغادي نحك دوك ثلاثه ديال الريوز ديال الثومه هكا، غادي نحكهم في شي حكاكه رقيقه او نقطعهم هكا رقيق. بالنسبه لهاد الطريقه راه تقدروا ديروا هاد الحوت غير في الملحه فكيجي زوين، كتغطيو بالملحه كتدفنوا هذيك الحوته في الملحه وكتدخلوا الفران فكتجي زوينه. هاد المره نشارك معكم هذيك الطريقه فكتجي زوينه بالنسبه للحوت وما كيجيش مالح نهائيا. فغادي نضيف انايا واحد القطيره ديال الماء باش نجمع هكا هاد الخليط ديالي باش يتجمع ليا صافي. وغنضيف انايا ضفت هذوك التوابل الاربعه، ماشي شي خطوه ضروريه، انايا فقط ضفتهم وصافي باش غنزيد هاد الحوت شويه ديال اللذه صافي. وغادي نحرك هكايا الخليط، وكيبان ليا واقيلا خاصو شويه ديال الماء، فغادي نزيد واحد القطيره، غادي نزيد واحد القطيره هكا نخلط مزيان. وغادي ناخذ دوك الحوتات وغادي ندهنهم مزيان من برا ومن الداخل، ودوك الفتحات اللي فتحهم هكا من جنب نحاول ندخل فيهم ديك الشرموله. فتقدروا ديروا هذه العمليه هكا، تقدوهم وتخليوهم وتمشيو ديروا الشقه ديالكم والشغال ديالكم، وحتى تجيو تبغيو طيبهم في الفران فكتلقاهم شربوا ديك الشرموله وتقادو صافي. فانا ما كانش عندي الوقت يعني حتى الاخر لحظه عاد جيت بديت كنوجد، واللي عنده الوقت راه يقدر يوجد هذا الشيء قبل يعني يشرملهم هكا ويخليهم في ديك الاقامه، فغيجيو لذاد اكيد وغيجيو زوينين. فانا غادي ندير فيهم هكا الاقامه من برا ومن الداخل، وغادي ندخل فيهم دوك الطريفات ديال الحامض هكا باش كيحيدوا لنا ديك الزفوريه ديال الحوت، وغادي نلويهم كل وحده غادي نلويها في البابي الومنيوم، وغادي ندخلها الفران تقريبا واحد الساعه الا ربع. ف ساعه الا ربع غيكونوا الحوت طابوا وناشفين، فقط كنحيد نزول لهم البابي الومنيوم وكنخليهم يتحمر واحد شويه كما لاحظتوا صافي. دابا انا غادي نزول لهم هذاك البابي الومنيوم، فانا ما بينش لكم اللقطه ديال ملي لويتهم، لويت كل واحده بوحدها صافي، ودخلتهم الفران حتى طابوا كما كتلاحظوا، يعني ها هما طابوا. دابا غادي نحيد لهم هذاك ونخليهم غير يتحمر واحد شويه من الفوق، وغادي ندوزو نشوفوهم في طبق التقديم. فانا غادي نرافق هاد الحوتات هكا بشويه ديال الخضره، اللي بطاطا سوطي واللوبيا سوطي والبروكولي وشويه ديال الباربه هكا غدا خفيف، وكنزين هاد الحوتات ديالي هكا بالشرائح ديال الحامض وهكا حتى هما تزيين خفيف وعلى قد الحال. وهذه هي الطبيله ديالي صافي، شويه ديال الخضره فكتعرفوا كلشي كلشي تيقلب على بحال هكا شليده وشي حاجه بارده. ونتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنساوناش دائما ملي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ديالنا وجديد الفيديوهات. فإلى اللقاء.